أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم أي أينما كنتم. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، هنبتدي فقرة المعلومات العامة. اللي قصادكم دي بحيرة أونتاريو، هي أحد أكبر 5 بحيرات عظمى بتفصل حدود بين كندا وأمريكا. 9% من مساحة كندا بيغطيها بحيرات ماء عذبة. المياه اللي قصادكم دي مياه عذبة. 31,000 بحيرة و752 مساحتهم فوق 3 كيلو. 561 بحيرة مساحتهم فوق 100 كيلو متر مربع. الخمس بحيرات العظمى اللي واحدة منهم اللي هي قصادكم اسمها أونتاريو ليك. الباقيين اللي هو إيري وسوبيرور وميتشيغان وهارن. 5 بحيرات عظمى. فبينما ان في دول بتعاني من التصحر ونقص المياه العذبة، 9% من مسطح كندا وهي من اكبر البلاد مساحة في العالم بعد انفكاك لما تفك الاتحاد السوفيتي، مياه عذبة زي ما انتم شايفين. كانت هذه فقرة المعلومات العامة. ننتقل للأسئلة الـMCQ يا شباب. وكان اول سؤال هو على البلاد برين بارير هو مين؟ الإجابة الصحيحة أستروسايتس دي فور دادي. تاني سؤال كان الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال، الاجابه الصحيحه ان هو معهوش ابسولوت ريفاكتوري بيريود، لانه ده هو طلب الاجابه الخطا. وبعدين الميتابوتروبيك ريسبتورز، الاجابه الصحيحه ايه؟ ان هو نو ايونيك شانلز، ما فيهوش في ايونيك شانلز. وبعدين السؤال الرابع الإجابة الصحيحة بتاعته كانت هي دي، إنه في الكيميكال ترانسميتر بيزيد في البري بوتنشال، في البري سينابتيك فاسيليتيشن. السؤال الخامس اللي هو السينابتيك ترانسميشن، إيه الحاجة اللي ما بتزودوش؟ الإجابة الصحيحة إيه؟ اللي هي الأسيدوزس. وعليه تبقى الإجابات الصحيحة إيه؟ دي فور دادي، 2 بي فور بيبي، 3 اي فور الفا، 4 دي فور دادي، 5 اي فور اسيدوزس. فدلوقتي ننتقل يا شباب للمحاضرة بتاعتنا. احنا عندنا دلوقتي السكند لكتشر اندوكراين. طيب بإذن الله زي ما قلت لكم هنحدد لكم ميعاد نبتدي فيه سبيشال سنسز عشان نبقى ماشيين كويس. نبتدي، كان النهاردة عندنا ميعادنا مع المود اوف اكشن اوف هرمونز. فإحنا قلنا معلومة قيمة وجميلة إن الهرمونات تعمل من خلال البروتينات، يعني حتى فيها ساجع هي لطيفة. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. في عندنا البروتينات بنقصد بيها في الأغلب إنزيمز، لكن ساعات بتبقى في صورة شانلز. وقلنا إن عندنا تركيبيا البروتينات نوعان، يا إما بتبقى soluble lipid اللي هم زي الستيرويدز، فاكرين الاس يبقى soluble lipid. المثال كان تاني اس هم الستيرويدز ومعاهم تملي الثيروكسين، عليه بيدخلوا جوه الخليه لان هم بيدوبوا في السيل ميمبرين لان هم soluble lipid، يوصلوا النيوكليس زي ما هنشوف وهيعملوا ثنسس. دي تالت اس. رابع اس بيشتغلوا سلولي لان الثنسس هياخد وقت. طب طالما وصلوا النيوكلياس وأثروا في الجينز فبنسمي ده جينوميك اكشن لأنهم بيعملوا جين اكسبريشن. يبقى تاني الاستيرويدز ومعاهم الثيروكسين سوليبل الليبيد، تاني اس هيدخلوا حتى الممبرين بالسيمبل ديفيوجن. لو حبيت تزود اس يعني بيدخلوا ازاي الخلية بالسيمبل ديفيوجن. وبعدين هيعملوا ثانسز، دي الاس الثالثة،
وعليه الأكشن هيبقى slow hours to days. بينما الناحية الثانية البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، تملي كل حاجة ومعاهم الاستيرويدز ومعاهم الثيروكسين، البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، دول انسوليبل ما بيدوبوش في الليبيد، يبقى مش هيقدروا يدخلوا الخلية، يبقى مش يعملوا ثانس، يقفوا على الممبرين يخبطوا الانزيم اللي جوه اوريدي يعملوا له اكتيفيشن، الشانل اللي موجوده في السيل ممبرين يفتحوها ويقفلوها، وبالتالي مفيش ثانسز اكشن ايميديت، يبقى رابيد. يبقى البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز انسوليبل الليبيد، يبقى مش هيدخلوا السيل، هيبقى الريسبتور بتاعهم في السيل ممبرين، يبقى هيشتغلوا بالاكتيفيشن، حاجه اوريدي موجوده وهيعملوا لها اكتيفيشن، يبقى الاكشن بتاعهم رابيد. في الكنترول اوف هرمونز قبل ما نيجي للميكانيزم اوف اكشن نقولها في عجاله، ده ممكن بيبقى سؤال شفوي هنقوله تفصيليا باذن الله مع الانتيرو بيتيوتري. الهرمونز بيتحكم فيها من فوق، قلنا من هي الجزء في النيرفس سيستم اللي بيأثر في الهرمون الاكشن اللي هو الهايبوثالامس، وطبعا في ميكانيزم اللي هو الفيدباك ميكانيزم هنتكلم عليه، في نيجاتيف وبوزيتيف، والنيجاتيف فيه انواع هنحكيها في اوانيها، دي عناوين هقولها حالا باذن الله مع البيتيوتري، بس انا مش عاوز اكرر اشياء مرتين. انا بديكم الاول فكره من عجائب او اسف من عظمه الخلق والخالق والعجائب بالنسبه لنا، ان الهرمون ستمتع بحاجه اسمها كثير منهم ديورنال اور سيركاديان ريذم، يعني ايقاع دوري يومي، يعني بيتغيروا عبر اليوم. حتى انا اعمل لكم رسمه طريفه وصغيره يا شباب، ان انا رسم لك في عندنا هنا الهلال بما يعني ان هو بيحكي الليل، وفي عندي بالعكس الثاني اللي هو الشمس يعني الصبح. فبنلاقي الاتي يا شباب، انه في هرمونات بتطلع بالليل زي الهرمونات بتاعت الانتيرو بيتيوتري، وفي اوانيها هفسر لك ليه الهرمونات بتاعت الانتيرو وحتى البوستيرو بيتيوتري بيطلعوا بالليل اكثر من الصبح، بيزيدوا بالليل ويقلوا الصبح. الاجابه سهله حتى اقولها لك في عجاله، ان مثلا من ضمن الهرمونات بتاع البوستيرو بيتيوتري اللي هو الانتي دايريتيك هرمون، الهرمون اللي هو بيقلل حجم البول ضد إضرار البول. طبعا من المفيد ان انا ما اروحش التويلت الواش روم كتير بالليل، فبيطلع بالليل اكثر، بينما في هرمونات بتزيد الصبح اكثر وتقل بالليل. يبقى زي مين؟ زي السوبرينال كورتكس اللي هي بتطلع، والمضله حتى، لانهم بيطلعوا هرمونات متعلقه بالستريس. الستريس يا شباب بيبتدي في الصبح، الواحد بيصحى الصبح يقول يا فتاح يا عليم، حاجات اللي ورا لسه هينزل ويروح يحضر محاضرات ويؤتي اعمال كثيره، لما في نهايه اليوم بيفرغ منها بيحس براحه. فالستريس الصبح، فالادرينال كورتكس والادرينال مدله اللي بتطلع هرمونات مهمه في الاسترس بتشتغل الصبح اساسا، فهي غده صباحيه. يبقى مين الغده الصباحيه؟ الادرينال كورتكس. الغده المسائيه اللي هي البوستيرور بيتيوتري والانتيرو بيتيوتري. يبقى البيتيوتري بشقيها بتشتغل بالليل، والادرينال جلاند كورتكس ومضله بيشتغلوا الصبح. فده نسميه ديورنال اور سيركاديان ريذم. وفي مره كنت عملت حلقه تلفزيونيه على انه وحدانيه الديزاين التصميم تؤكد وحدانيه الخالق، انه كل حاجه ربنا عاملها ان سيركلز، يعني كل حاجه عباره عن سيركلز، حاجات بتدور. فتعالى من اكبر حاجه وهي الكون يا شباب، انا هقول لكم فكره الحلقه بسرعه كده واعتبروها دي تاني حاجه في فقد المعلومات العامه. الكون عباره عن ايه؟ عباره عن نجوم بتلف حواليها، بلانيتس، ده اكبر حاجه في الكون. طب واصغر حاجه وهي الاتوم؟ عباره عن نيوكليس بيلف حواليها الكترونز. يبقى من اكبر حاجه لاصغر حاجه الديزاين بتاع ربنا سيركاديا، حاجات بتدور. ايفن مرورا ما بين الاثنين، الهرمونز ادي مثال عندنا بتطلع
في سيركاديان ريزم بصوره ده تزيد وتقل تزيد وتقل. البيتيوتري بشقايها تشتغل بالليل, وهنشرح كل هرمون ليه لازم يطلع بالليل, والكورتكس والمدلة بتوع الاسترس يطلعوا الصبح. والحقيقة قعدت أفكر ليه ربنا اختار هذه الدائرية, فالإجابة سهلة جدا, إن الدائرة هي التي ليس لها بداية وليست لها نهاية, تعرفش حدد لها بداية ولا نهاية. والحقيقة سنة الخالق إن هو أزلي أبدي, لا بداية له ولا نهاية له. فاختار السيركاديان ريدم, بناخد حتى الكاردياك ريدم, بننام حتى في 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 دورات, ننام الصبح بالليل ونصحى بالليل, يعني بقى لخبطتها اسف, ننام بالليل ونصحى الصبح, وحتى داخل النوم بنلاقي في دورات. ننام 80% من النوم ما نحلمش, 20% نحلم, 80% ما نحلمش, 20% نحلم. يبقى النوم دورات, الكاردياك سايكل دورات, الدورة الشهرية, كل حاجة في حياتنا في دورات. الحقيقة كالآتي, إن وحدانية الخلق وهي الدورات تؤكد وحدانية الخالق, وحدانية الديزاين تعكس وحدانية الخالق. نبتدي بقى الجزء الأهم في الحصة واللي بعتقد أنه هو أصعب, وعندنا سؤالين من أهم الأسئلة النهاردة يا شباب, اللي هم المود اوف اكشن هرمونز, وهنقسمهم الى مجموعتين. المجموعه الاولى اللي هي بتشمل الجينوميك, والثانيه النون جينوميك. طيب انا بستاذنكم, مش لاقي الليزر, هضطر استخدم المسطره دي لحد ببقى الاقي الليزر بتاعي. طيب ما فيش مشاكل. نبتدي اول حاجه المود اوف اكشن اوف جينوميك, والحاجات اللي بتشتغل جينوميك قلنا نعيدها تاني في عجاله, ودي لازم لما يجي لك وهي سؤال نظري مهم وتسالف, زي ما هو واضح وصادق هو نظري مهم وتسالف. فالجينوميك بنقسم بيه الاستيرويدز والثيروكس, فهتبتدي مقدمه من أربع نقاط ثم الأربعة S, وممكن تزود عليهم حتى S5 إن هم بيدخلوا باي سيمبل ديفيوجن. يبقى الاستيرويدز والثيروكسين سوليبل الليبيد, بيدوبوا في الليبيد, لايبوفيليك حتى, بالعكس قلت اللي لايبوفيليك مكتوبة تحت اهو, يبقوا في هذه الحالة هيدروفوبيك, اللي لايبوفيليك يبقوا هيدروفوبيك, بيبقى بيدوبوش في الماين, وعشان كده كانوا دي المجموعة اللي بتتشال, بس ده بره موضوعنا, على بلازما بروتينز عشان يبقوا ميسيبل ويذ ووتر. فالاستيرويدز بحرف الاس بتبقى سوليبل الليبيد بحرف الاس, هتدخل الخلية بالسيمبل ديفيوجن بحرف الاس, توصل للنيوكليس اهي, وفي الاخر تشتغل بالثانسز بحرف الاس, وبالتالي الاكشن هيبقى سلو, بياخد اورز تو دايز. لازم تكتب المقدمة دي من الأربعة S ونقولها مرة أخرى, ستيرويدز وتملي ومعاهم الثيروكسين, سوليبل الليبيد وعليه بيبقوا يدخلوا الخلية بالسيمبل ديفيوجن, يوصلوا للنيوكليس يأثروا في الثانسز, والثانسز هياخد وقت, فهتاخد hours to days. طيب نبتدي بقى الهرمون اللي هو الفيرست ماسنجر اهو, كمان اللي قلنا في اي قصه بيبقى الهرمون هو الفيرست ماسنجر, ليبيد سوليبل, فهيدخل للخليه وبعدين يتحب مع ريسبتور. الريسبتور هنا هيبقى سيتوبلازميك ريسبتور في حاله الاستيرويدز. الفرق الوحيد انه في حاله الثيروكسين بيبقى الريسبتور نيوكليار ريسبتور, وقلنا دي مهمه جدا. يبقى الاستيرويدز بتبقى سيتوبلازميك ريسبتور, الثيروكسين بيبقى نيوكليار ريسبتور. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا تبقى عارف كويس قوي. يبقى اول حاجه ان الهرمون هو الفيرست ماسنجر, هيتحب مع سيتوبلازميك ريسبتور ويدي حاجه اسمها زي مكتوب قصادها اهي جنبها ترانسكريبشن فاكتور. ترانسكريبشن فاكتور يدخلوا مع بعض النيوكليس ويتحدوا بالدي ان ايه.
يعني اتكون كومبلكس من ثلاث حاجات: الهرمون اللي هو الفيرست ماسنجر من بره اللي هو ستيرويدز او ثيروكسين، مع ريسبتور. في احتمالين: لو ستيرويدز بيبقى سيتوبلازميك ريسبتور، لو ثيروكسين بيبقى نيوكليار ريسبتور، ثم اتحدوا مع الدي ان ايه. احنا قلنا الهرمون والريسبتور بيسموهم ترانسكريبشن فاكتور. فيبتدي يحصل اهم كلمه لازم تقولها ولا مش هتاخد نمره، ان اتحاد الهرمون مع الريسبتور مع الدي ان ايه بيؤدي لعمليه ترانسكريبشن، تشتغل الطابعه، بنسميها جين اكسبريشن. يبقى ترانسكريبشن او جين اكسبريشن. دلوقتي تعال نفكر، هو ازاي احنا بنخلق البروتينز؟ الكلام ده مش عليك بس يساعدك في الفهم. تخليق البروتين يحتاج انك تعرف ثلاث معلومات: عدد الامينو اسيدز اللي معمول منها هذا البروتين، نوع الامينو اسيد، ترتيب الامينو اسيدز. مش مهم تعرفه بس تبقى فاهم. يبقى العدد والنوع والترتيب. المعلومات دي موجودة في مكتبة الخلية اللي هي النيوكليس. النيوكليس is the library of the cells. الفايلز اللي فيها المعلومات دي بنسميها DNA. فلازم نطلع على الثلاث معلومات دي عشان نعرف exactly ايه البروتين مطلوب تصنيعه. هم عمرهم ما هيدوني هذا الفايل، انما هيدوني ترانسكريبت، يعني صورة منه almost تبقى الاصل، انما الفايل الاساسي موجود في النيوكليس. الصورة دي بيسموها messenger ribonucleic acid. دي الصورة من الدي ان ايه اللي فيها الثلاث معلومات: العدد والنوع والترتيب. يبقى في هذه القصة مين السكند messenger؟ هو الميسنجر ار ان ايه. اجري بيه على المكان الوحيد الذي يصنع فيه البروتين في الجسم، وهو الرايبوزومز of the granular endoplasmic reticulum. الأساس في الكلمة مش granular endoplasmic reticulum، إنما الرايبوزومز تؤدي إلى بروتين ثانسيس. إيه الفرق بين الاستيرويدز والثيروكسين هرمون؟ الفرق اللي واضح في القصة إن الاستيرويدز، وده سؤال MCQ مهم جدا، الريسبتور بتاعها في السيتوبلازم، إنما الثيروكسين الريسبتور بتاعها موجود في النيوكليس. انما هينتج عن كده ايه؟ تتخيل كده، عاوزك تفكر معايا، يبقى مين فيهم هيبقى اقوى في تاثيره؟ اللي مركز اكتر، اللي راح على طول للتارجت اللي هو الثيروكسين، فالاكشن بتاعه اقوى وابقى. افتكرهم اقوى وابقى، يعني لونج ديوريشن. يو كان ايماجين ان الثيروكسين بيزود الثينسز لأكثر من 100 إنزيم في الجسم. أكثر هرمون يستيميليت الميتابوليزم في جسمك وعليه الأكشن كونسومشن لما نيجي لحصة الثيروكسين، هو الثيروكسين اللي بيشتغل على النيوكليار ريسبتورز. لو حبك الممتحن وجاب لك سؤال نظري هيجيب لك الجينوميك أكشن، يبقى هتجاوب السؤال إزاي؟ أنا قلت مش هنعيد كتير عشان نقدر نمشي أسرع، لكن خلينا في عجالة نعيدها بسرعة. مقدمة من أربع نقاط: الاستيرويدز والثيروكسين، سوليبل الليبيد، هيأثروا على الثنسس وبالتالي الأكشن هيبقى slow hours to days. ممكن تزود عليهم أنه بيدخلوا الخلية بالسيمبل ديفيوجن. الهرمونات دي زي ما أنت شايف سؤال MCQ مهم، أن هم لايبوفيليك، سوليبل الليبيد لسه هنا، وقلت بالعكس اللي لايبوفيليك هيدروفوبيك، ما يدوبوش في الماء. وعش كده عندنا مشكلة ان هم يوصلوا ازاي الخلية عن طريق البلد، والبلد اساسا مية. فعش كده هم دول بس اللي بيبقوا كارد على بلازما بروتينز. حتى قلنا بس ده سؤال بره القصة الوقت بتاعتنا، بس بنراجع مينلي جلوبيلينز ما عدا الهرمونز الفيميل سكس هرمونز الايستروجين والبروجستيرون، لانهم كمية كبيرة يبقى عاوزين اكتر بلازما بروتين يشيلوا عليهم. فسرتها وهو الالبين. الجلوبيلين او جلوبيلينز عندهم الهايست افينيتي، اكتر قابليه انهم يمسكوا الهرمون، عشان كده هم خدوا النصيب الاكبر. لكن لما يبقى الهرمون كتير قوي زي الفيميل سكس هرمونز مش هيكفي جلوبيلينز، فبيتشالوا مينلي على القلب. بيكون كومبلكس من ثلاث حاجات: الهرمون من بره الخليه وده الفيرست مسجر، السيتوبلازم ده جوه الخليه، في حاله الاستيرويدز بيبقى في
سيتوبلازم في حالة الثيروكسين بيبقى في النيوكليس. لما يتحد الهرمون مع الريسبتور بقى عندي دلوقتي الترانسكريبشن فاكتور، الفاكتور اللي هيشغل الطابعة، يروحوا يتحدوا مع الدي ان ايه، يبقى كون كومبلكس من ثلاث حاجات، الهرمون من بره في الريسبتور، الريسبتور من جوه سواء سيتوبلازم او نيوكليس، الدي ان ايه من النيوكليس. وانس كون الكومبلكس من الثلاثه دي يحصل عمليه ترانسكريبشن، اشتغل الطابعه وتطلع لي نسخه من الدي ان ايه اسمها ميسنجر ار ان ايه. يبقى في هنا في الام اس كيو مهم قوي السؤال ده، يبقى هو ده السكند ميسنجر. قلنا في كل القصص الفيرست ميسنجر هرمون، ده السكند ميسنجر. نجري بيه على الرايبوزومز، المكان الوحيد اللي بيتصنع فيه بروتين، ونعمل بروتين ثانسز، والثانسز هياخد وقت، يبقى الاكشن سلو اورز تو دايز. لو كتبتها بهذه الصوره، لو في حاجة أكتر من الفول مارك بإذن الله هيدوها لك. اقلب الصفحة من فضلك. عندي شوية عكننة يا شباب بسبب حكاية الليزر، إنما مع أني عندي أكتر من واحد بس فجأة مش لقيهم كله، فمعلش المفروض أن احنا نركز أكتر قبل ما ابتدي. I'm very sorry، دي غلطتي أنا. استخدم مسطرة بقى واللي احنا نقدر، حاولوا تتابعوا بيها. تقل الثانية اللي هي النون جينوميك اكشن، يبقى هنقول نفس المقدمة، الطالب احب مع عشقت مثل عشق النظام من اربع نقاط، بس هنا العكس تماما. مين اللي بيشتغل بطريقة نون جينوميك، ملوش دعوة بالجينز، ما بيخشش للنيوكلياس؟ بروتينز وبولي بيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز. وللتذكرة، مين الهرمونز اللي هم بروتين او بولي بيبتايدز اللي بيطلعوا من غدد صماء بحرف البي؟ قلناها البروتين والبولي بيبتايدز بحرف البي بيطلعوا من غدد صماء بحرف البي. حاول تذكرني انا ناسي. بيتيوتري، بنكرياس، باراثايرويد. طب دول ليبيد انسوليبل، يبقى زي ما انت شايف هيبقى مكتوب ان هم لايبو فوبيك اهو انسوليبل، وقلت بالعكس اللي لايبوفوبيك يبقى هم هيدروفيليك، يدوبوا في الميه. وعشان كده المجموعه دي لطالب فاهم هم دايبين، البلازما بروتينز بتخليهم ميسبل ان ووتر، يبقى نوت كاريد اون بلازما بروتينز، بالاضافه طبعا ان معظمهم اوريدي بروتين وبولي بيبتايدز، فمش محتاجين بروتين، هم بروتين وعشان كده هم هيدروفيليك، انما هم لايبو فابك ما يقدروش يدخلوا. وعليه اول ستيب وقلناها في المود اوف اكشن اوف اني هرمون، ستيب نمبر 1 انهم يتحدوا مع ريسبتور. يعني قلت لك لما يجي لك سؤال ام اس كيو، مين الفيرست ستيب في المود اوف اكشن اوف اني هرمون؟ ما تقراش السؤال، تقراش الاي بي سي دي. الفيرست ستيب از ذا يونيون ويذ سبيسيفيك ريسبتور. طب هم ليه في الانسوليبل والممبرين ليبيد؟ يبقى مش يقدروا يعدوه، يبقى الريسبتور بتاعهم لازم يبقى في السيل ممبرين، اهو الريسبتور في السيل ممبرين بهذه الصوره. طب سؤال داخل سؤال للاذكياء في الام اس كيو، هو واضح في الصوره قصادك، تفتكر الريسبتور هيبقى على السيل ممبرين، على الاوتر بوردر ولا على الانر بوردر؟ الرسمه بتجاوب السؤال، هو ما بيدخلش خالص، يبقى لازم يبقوا على الاوتر بوردر في السيل ممبرين. ده الفيرست ستيب. ازاي بقى هينشطوا الانزيمز؟ يوجد طريقتان. الطريقه الاولى عن طريق الجي بروتين، اهو بعد ما اتحد الهرمون مع الريسبتور ينشط الجي بروتين، والجي بروتين ده هيشتغل هينشط الانزيمات عن طريق سكند ماسنجرز. هناخد اربعه سكند ماسنجرز، دي الطريقه الأساسية اللي هي في الأعم، إن الهرمون لما يتحد مع ريسبتور ينشط الإنزيم من خلال جي بروتين، يعني طريقة إندايركت، مش هينشط الإنزيم على طول، من خلال جي بروتين. ده حتى الجي بروتين ده مش هينشط الإنزيم دايركتلي، هينشطه عن طريق سكند ماسنجر، وفي أربعة سكند ماسنجر مشهورين هنشرحهم دلوقتي حالا بإذن الله. الطريقة الثانية اللي هي دايركت، يعني الهرمون لما يمسك في الريسبتور ينشط الانزيم،
في حالة اسمها دايركت الدايركت، بحب في تعبير خاص بالعبد الله، يعني الريسبتور بيشتغل ريسبتور ونفس الريسبتور في ذات الوقت بيشتغل كإنزيم اللي هو التيروزين كاينيز. ما احنا نشوف بعد شوية ازاي بننشط الإنزيمات. تعال نفكر، قالوا لنا الأساتذة الأفاضل بتوع البايو كيمستري عن طريق فوسفوريليشن ان الإنزيم تركب فيه فوسفيت جروب اهو، يبقى فوسفوريليشن ده الأساس. طب بنشط الإنزيم، اسمع الجملة دي كويس، في ناس مش واخدة بالها منها، بواسطة إنزيم، يعني بنشط الإنزيم بإنزيم ينقل له الفوسفيت جروب. فيسموه إيه الإنزيم اللي بيحرك فوسفيت جروب ده؟ لازم يسموه يا شباب كاينيز، أهو اللي حاطط تحتها البسطرة كاينيز، إيز يعني إنزيم وكاينيتك يعني محرك. في حالة الإنسولين الكاينيز اللي بيحرك الفوسفيت جروب للإنزيم عشان ننشطها اسمه تيروزين كاينيز. صدق أو لا تصدق، الريسبتور بتاع الإنسولين بيشتغل على وشين، كريسبتور وكتيروزين كاينيز. وإذا عاوز التفصيلات بس دي سابقة شوية لأن دي آخر محاضرة في إندوكراين، الريسبتور ده عنده تو هيدز بيبقوا بره في الإكسترسيوال فلويد يمسكوا في الهرمون، وتو تيلز جوه بيمسكوا، هم دول التيروزين كاينيز. حتى تملي كنت أقولها، لما الهرمون يمسك في الراس اللي هو الريسبتور بارت، تلعب الرجلين اللي هو التيل أو الديل اللي هو التيروزين كاينيز. يبقى هنا دي طريقة بحب أسميها دايركت الدايركت، لكن في طريقة تانية دايركت بس مش دايركت الدايركت، إن الهرمون لما يمسك في الريسبتور أهي هنشوفها مع بعض اللي جنبها، لما الهرمون يمسك في الريسبتور ينشط الإنزيم، يعني الريسبتور حاجة والإنزيم حاجة، بس مفيش هنا indirect، مفيش هنا جي بروتين. يبقى من هنا نخلص عشان ما حبش حد يتوه، لأن ده واحد من أصعب الموضوعات، ودي محاضرة قيمة جدا في الإندوكراين اللي هو المود of action of non-genomic. يبقى يوجد طريقتان، يا إما indirect ودي الأغلب اللي هي موجودة على إيدك اليسار شايف الرسمة، الهرمون يتحد مع الجي بروتين، يعني آسف الهرمون يتحد مع الريسبتور وينشط الإنزيم عن طريق جي بروتين. ده حتى قلنا الجي بروتين بينشط الإنزيم عن طريق سكن ميسنجر. يبقى تاني، يبقى لما الهرمون اللي هو الفيرست ميسنجر يتحد مع الريسبتور في الأوتر بوردر في سيل ميمبرين، دي طريقة إنضاركت وهي الأغلب، ينشط الإنزيم من خلال نقطتين، جي بروتين اللي هينشط الإنزيم من خلال سكند ميسنجر. الطريقة الدايركت بتنقسم إلى طريقتين، دايركت الدايركت إن الريسبتور بيشتغل كريسبتور وفي نفس الوقت كإنزيم كما الحال في الإنسولين. الهيد بتاعت الإنسولين ريسبتور تمسك في الهرمون دي إكستراسيلولر، فيلعب الديل عنده تو هيدز وتو تيلز اللي هو التيروزين كاينيت يتحرك يبقى أكتيفيتد، الديل يتحرك يتنشط يبقى اكتيفيتد يبعت فوسفيت جروب الانزيم. وفي طريقه تانية دايركت برضو بس مش كده قوي، الريسبتور حاجه والانزيم حاجه. يبقى تاني دي واحده من النقاط الصعبه مش عاوز حد يلخبط، تبقى عارف كويس قوي احنا بنتكلم ازاي. يبقى اول طريقه وهي الاعم وهي الاغلب، انه الهرمون لما يمسك في الريسبتور هينشط الانزيم اندايركتلي عن طريق جي بروتين وعن طريق سكند ميسنجرز. طب هنا يلزم ان احنا ندرس حاجتين لطالب ذكي، ندرس الجي بروتين وندرس السكند ميسنجرز. فانا عد معايا بقى وما عشقت مثل عشق النظام، الجي بروتين ده هنعرف عنه النقاط الاتيه، حوالي خمس نقط. النقطه الاولى، لماذا سمي جي بروتين؟ الإجابة أصدق في الرسم، لأنه متصل بجوانيزين، جوانيزين داي فوسفيت هيتنشط لما جوانيزين داي يتحول إلى جوانيزين تراي فوسفيت. يعني هو ماسك في جوانيزين داي بيبقى إن أكتف جي بروتين، هو ماسك في جوانيزين تراي يبقى أكتف. حتى بقولها بطريقة يعني فيها شوية مداعبة عشان تفتكرها، عشان تفتكر إمتى بيبقى ناشط داي ولا تراي، ممكن أنا أخبطها. لما الواحد
عاوز يطلق مراته طلقة بائنة، يعني يخلص من وشها تماما، بيقولها انت طلقة بايه؟ بالتلاتة. يبقى التلاتة دي 100% هي الحاجة الكويسة. يبقى جوانزين ترايفوسفيت هو ده اللي أكتف، إنما لما يبقى ماسك في جوانزين دايفوسفيت يبقى إن أكتف. يبقى أول حاجة تعلمناها عن جي بروتين، لأن ده لوحده على فكرة يصلح سؤال نظري صغير، إنه هو لماذا سمي جوانزين؟ لأنه مرتبط، لماذا سمي جي بروتين؟ لأنه مرتبط بجوانزين. لما يبقى مرتبط بجوانزين داي يبقى إن أكتف، جوانزين تراي بالتلاتة يبقى أكتف. نقطة تانية هتجاوبها أنت من الرسمة، هل الجي بروتين ده سيل ممبرن بروتين ولا سيتوبلازميك بروتين؟ يعني موجود في السيل ممبر رسمة بتجاوب، ولا موجود في السيتوبلازم؟ أتصور أنك جاوبتها سيل ممبرن بروتين. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إن هذا الجي بروتين معمول من ثلاث حتت، ألفا وبيتا وجاما، أهي موجودة قصادك، ألفا وبيتا وجاما. يبقى إذا نقولها إزاي؟ يبقى هو تراي ميريك، ثلاث قطع، تراي يعني ثلاثة وميريك يعني قطع. لكن ده احنا عندنا ألف نوع من الجي بروتينز فبيختلفوا عن بعض، بس يشتركوا في انه كلهم عندهم ألفا وبيتا وجاما، يبقى هم هيترو تراي ميريك. واحد قال لي ولهدنا بأحد تشبهاتك السهلة كده، اقول لك حاجة، كل الناس الطبيعيين بيشتركوا في ان كل واحد فينا عنده عينتين، يبقى ده كلنا مشتركين في دي. لكن عيون سعادتك تختلف عن عيون سعادتك، تختلف عن العبد الله، نفس القصة. في ألف جي بروتين بيشتركوا في ان كلهم ثلاث قطع ألفا وجاما وبيتا، ويختلفوا الألفا والبيتا والجاما من واحد للتاني، بس هم ثلاثة متحدين في انه لازم ثلاثة ألفا وبيتا وجاما، مختلفين من واحد الى آخر، عشان كده بنقول هيترو تراي ميريك. النقطة الرابعة، انه وظيفتهم ايه؟ يعني ليه الهرمون مع ريسبتور ما اشتغلش على طول عن طريق السكن ميسنجر ونشط الانزيم؟ ليه في جي بروتين في النص؟ اقول لك ليه، هما ريجيلاتوري بروتينز، يعني ساعات عاوز استيميليت الانزيم فعندي استيميليتوري جي بروتين، ساعات عاوز انهيبت الانزيم عندي انهيبيتوري جي بروتين، يبقى دي ار ريجولاتوري بروتينز. طب هاو ذي اكتيفيت الانزيم، جمله جميله ولطيفه وهتلتصق بذهنك باذن الله. لما بيتحول الجوانزين دايفوسفيت الى جوانزين ترايفوسفيت، دي الخطوه الاولى عشان يبقى اكتيف، مين اهم حته فيهم؟ الالفا سب يونت دي. حتى اقول لك برضه عشان ما تنساهاش، قلنا ازاي هنفتكر اكتف بالتراي طلقه بالثلاثه، طب واني حته الانشط الالفا؟ مش ده يقول لك الالفا بتاع الفصل، الفا ماركت يعني احسن حاجه. فلما يتحول الجوانزين داي لجوانزين تراي، الالفا دي تبقى ديتاتشد اند اتاتشد للانزيم المراد تنشيطه، يبقى جمله حلوه، ديتاتشد من الجي بروتين، يسيب الجي بروتين ويمسك في الانزيم المراد تنشيطه. كده يبقى أنا عديت خمس جمل هقولهم تاني في عجالة، وزي ما قلت يا شباب لزملائكم في المحاضرة السابقة، عارف أنت لو سمعت العبد الله مرتين مش محتاج تقرأ تطلع حافظ، أنا عاوز اسمع كلامي بإذن الله كل حاجة هتبقى كويسة، والألطف حد يلاقي لي الليزر، بس طبعا صعبة تلاقي لي الليزر. المهم بص، ده يعني جاست دعابة معاكم. الفكرة كالآتي، انت اول مره بتسمع حط قصادك المصدر اللي بتقرا منه، اللي هو الكتاب بتاع الجامعه اللي انت بتنتمي ليها، ايا كنت، في كندا، في امريكا، في مصر، في الزملاء بعتوا لي من اليمن، وفي تانيين بشكرهم كلهم من الاردن والعراق، ممتن لكل هؤلاء، وده اللي بيشجعني اعمل اللي بعمله. تقرا المصدر المطلوب منك وتحط معاني الكلمات، لان الدراسه بالانجليزيه، ما عدا في سوريا في حلب بيدرسوا بالعربي، وبعدين تحط الاسئله، ده نظري، ده ام اس كيو، طبعا في هنا عندنا في كندا وامريكا كله ام اس كيو، قلت لهم اي حاجه شافها نظري اقول اعتبرها ام اس كيو. بعد ما تعمل الحكايه دي في مره، عاوزك مره بقى وانت راكب الصابواي ولا راكب الاتوبيس ولا راكب العربيه بتاعتك، هات السمارت فون بتاعك والسماعات واقعد اسمع المحاضره تاني، من غير مش عاوز تكتب بقى المره دي. بليف مي، لو عملت الحكايه دي مره
وانت قاعد على المكتب وكتبت كل حاجة وفنطتها ومرة تاني سمعتها خلاص مش محتاج تذاكر، هتطلع حافظ صمت وجربها. تراس مي، تراس لعبد الله. تاني بقى شباب نرجع، قلنا ان اللي هنشتغل عن طريق جي بروتين خمس نقط. لماذا سمي جي بروتين؟ النقطة الأولى مع شق مثل عشق النظام، لاتصاله بالجوانزين، جوانزين داي وجوانزين تراي. امتى يبقى أكتف؟ جاوبوها انتو في تصوري اني سمعكم. جوانزين ترايفوسفين. نقطة تانية، هل هي سيل ممبرين بروتين ولا سيتوبلازم بروتين؟ الرسومات اللي بسميها حصاد السنين دي اللي بتعب فيها قوي، الرسومات دي وعلى فكرة كلها عملها لكم جديدة لان انا هنا معيش اي رسم، رسوماتي مش موجودة معايا دلوقتي الخاصة بيكم، فانا كلهم رسمهم يعني حاجة طازة هي. يبقى أول نقطة، لماذا سميها جي بروتين؟ لأنه متصل بجوانزين، جوانزين داي وجوانزين تراي. إمتى بأكتف؟ لما بقى جوانزين ترايفوسفيت. نقطة تانية بيجاوبها الرسمة، الرسومات حصاد السنين. بص على الرسمة معايا، حتى بصيت في السمارت فون لقيت الرسومات بتطلع بوضوح جميل، يعني مش محتاجة حتى آيباد ولا لابتوب ولا حاجات زي كده ولا تابلت. هي طبعا سيل ممبرين بروتين، دي النقطه الثانيه، ما هي سيتوبلازميك بروتين. النقطه الثالثه، جي بروتين بيتكون من كام حته؟ بص كده معايا، الفا وبيتا وجاما. يبقى هو ترايميريك، بس ده في 1000 نوع كلهم عندهم الفا وبيتا وجاما، بس الالفا والبيتا والجاما بتختلف من نوع لاخر، يبقى هم هيترو ترايميريك. طب النقطه الرابعه، وظيفتهم ايه؟ ليه الهرمون لما مسك في ريسبتور ما نشطش على طول الانزيم؟ لان هم ريجيلاتوري بروتينز، في بعضهم استيميلاتوري وفي بعضهم انهيبيتوري. النقطه الخامسه والاخيره، طب ازاي بيعملوا نشاطوا الانزيم؟ لما يتحول الجوانزين داي الى جوانزين ترايفوسفيت، الالفا دي تبقى ديتاتشد تخلع واتاتشد للانزيم المراد تنشيطه. ده الخمس جمل بتوع الجي بروتين. هنا استوقفني حتة، هي معلومة في نفس الوقت طريفة في التأملات في الخلق الإلهي، إنه الريسبتور اللي متصل بجي بروتين، وقلنا ده أهم نوع بيتنشط بيه المواد داخل الجسم، أهم طريقة لعمل النون جينوميك هي بالجي بروتين. الريسبتور ده أهو شايف شكله، بيبقى سيربنتاين، يعني عامل زي الحية كده، سيربنتاين يعني لافف، عارف بيبقى لافف حوالين الممبرين كم مرة؟ أنا كاتبها لك هاي 7 مرات، بينما الجي بروتين 3 قطع. يبقى هذا ريسبتور بيبقى سيربنتاين 7، ريسبتور الأقل أهمية اللي هو بيشتغل دايركلي ده بيبقى قطعة واحدة، إنما الأكثر والأغلب بتاع الجي بروتين ده بيبقى سيربنتاين 7 قطع. والتأمل فيه عجالة أقوله لك، لاحظت في كل الأديان السماوية إن رقم 7 ده مهم جدا، السماوات 7 ومتفق عليه، ومرات كثيرة عاوز حتى أديك هوم وورك، طلع رقم 7 كل في معتقده، رقم 7 ده اتكرر كذا مرة، ورقم 3 كرر كثير جدا برضو، طلع الحاجات اللي فيها 7 واللي فيها 3. انسى دي الوقت شوية، فين التأمل؟ كل الناس اتهموا الأنبياء بأن هم بيقولوا أساطير الأولين، وأن الكلام اللي بيقولوه ده كله وتركيز على عدد 7 وتركيز على عدد 3 اللي هم العددين الأكثر شيوعا، ده من يعني هم بيتخيلوها، ده أساطير الأولين. النهاردة وانت بتسمعني هتتأكد أنها وحي من الله، مش 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 حاجة من دماغهم. تخيل أهم تركيبة في السيل ممبرين اللي موجود في كل خلايا جسمك، اللي عن طريقها السيل ممبرين بيعمل كل حاجة جوه الخلية، فيها الرقمين.